اسلام جمال بدأ يزيد كمان. اسلام جمال في نص الملعب تبريره ومفيش تغطيه هنا من الراجل الزهير الايسر اسامه. الكرة يا سلام احمد سمير فرج، احمد سمير فرج خبره كبيره بيعرها للخبره الكبيره حسني عبد ربه وبيتقدم النادي المصري بهدف ثاني في الدقيقه 85. حسني عبد ربه هدف ثاني مش ممكن. حسني عبد ربه نجم النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر القيصر حسني عبد ربه، وادي فرحه محمد صبحي وجان اوتاكا اللي موجود النهارده في المقصوره بيشاهد اللقاء، وحزن طبعا على مجلس اداره نادي المصري وجماهيره والاعلاميين اللي موجودين، حزن طبعا باين على النادي المصري. بصوا هنا يعني الكره كانت تمريره وحشه من بدايتها، قطعت واحمد سمير عملها كويس قوي شالها حلو قوي. يا سلام يا ولد يا حسني، يا سلام حسني عبد ربه حطها ايه؟ حطها في الزاويه البعيده على يمين احمد عبد الفتاح.